سابع دورة ديال مراكش ايرشو اللي تنظم تحت الرعاية السامية ديال سيدنا لانسرو عرف نجاح كبير. أكثر من 200 عارض، 25 طائرة اللي هي معروضة هنايا، و أكثر من 20 وفد عسكري و 55 وفد مدني اللي حضروا في هذه التظاهرة، بالإضافة إلى كل العمالقة العالمية في هذه الصناعة هذه اللي حاضرين معنا في هذه التظاهرة. اليوم هذه التظاهرة ولات عندها وجود في ضمن التظاهرات العالمية في صناعة الطيران. كما كتعرفوا تحت الإشراف المباشر ديال سيدنا لانسرو قطاع صناعة الطيران عرف تطور كبير. اليوم كيشغل أكثر من 24,000 كفاءة في أكثر من 150 شركة، والهدف ديالنا من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية اللي كتطلب منا الدخول في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة، والهدف الأساسي ديالو هو خلق مناصب الشغل، هو أننا في هذا القطاع ضعفوا عدد ديال مناصب الشغل، وإن شاء الله بإذن الله الحلم ديالنا هو تجميع طائرة كاملة في المغرب.